مساكم فللي، اليوم عندنا تغطية في ملاك للذهب وجايب لكم مفاجأة يا جماعة، نشوفها سوا. طبعا تغطيتي راح تكون في هذا الفرع اللي موجود بالقطيف سيتي مول الدور الثاني. السلام عليكم. طبعا المفاجأة يا جماعة خليني أقول لكم إياها من البداية، إن عندكم إلين تاريخ 15 فبراير راح يكون في خصم 10% على جميع المعروضات اللي موجودة ما عدا السبايك الذهب. يا جماعة الذهب زينة وخزينة، طبعا من الأقسام الجديدة اللي موجودة عند ملاك للسبائك. أي فرع من فروع ملاك راح تلقون هذا القسم موجود. خلينا نتعرف على السبائك سوا. يلا ناخذكم بجولة الآن نتعرف على السبائك. يعطيك العافية أبو جابر. الله يعافيك حياك. أول شيء خبرنا الحين الذهب مرتفع أو نازل؟ طبعا الذهب هذا الأسبوع مثل ما نقدر نشوف هني، هذا الأسبوع معطي على نزول. أوكي. فالوقت مناسب جدا للشراء في هذا الأسبوع. يا سلام. خبرني الآن عن السبائك حبيبي. طبعا عندنا السبائك تشكيلة ما شاء الله واسعة. أوكي. السبائك هي عبارة عن قطع ذهب عيار 24. أوكي. تكون ما يشملها الضريبة. ما عليها ضريبة. ممتاز. يعني لما تيجي تشتري تبيع ما. ما عليها ضريبة. طبعا الشكل المعتاد للسبائك اللي هو الشكل العادي هذا. أوكي. هذا المعروف عنه. تمام. احنا في ملاك وفرنا اشكال جديده للسبائك، جبنا مثل هذه الاشكال البيضاويه تجي فيها تعليقه عشان تقدرون تستخدمونها كخزينه انها سبيكه وكزينه انها تعليقه. يا سلام. نفس الوقت. يعني استثمار في نفس الوقت كشخه. صحيح. والله مره حلوه. طبعا لفتت انتباهي القطع الصغيره هذه، اتوقع انها تنفع الى هدايا. مثل هذا باكج كامل صح؟ اي هذا تجي قطع 5 حبات، كل قطعه فيها جرام. اوكي. طيب تقريبا هذه كم سعرها في الباكج هذا؟ هذه الحبه الواحده نقدر نشوفها مباشره عن طريق الموقع، هذه سعرها 359 ريال. 359. ايه؟ طبعا هذه الاسعار تتحدث بشكل يومي، هذا الموقع يتحدث بشكل يومي اسعار السبائك فيه. يا سلام. بالاضافه الى هذه الاشكال في عندنا اللي هي سبائك الفضه، تعتبر استثمار جيد في هذه الفترة. يا سلام. يعني في ذهب عندكم فضة؟ ايه في عندنا فضة، مثل هذا كيلو فضة، يعني كيلو الذهب يعتبر سعره تقريبا 225,000. حلو. كيلو الفضة طبعا كيلو الفضة هذا الموقع مباشر، سعر كيلو الفضة 4,237 ريال. طبعا جميع السبائك هذه وجميع الأشكال كلها راح تشوفوها هنا بالموقع، فقط رفعوا الشاشة عشان يدخلكم على الموقع، وعندهم بعد أبليكيشن. دائما أبو جابر أسمع عن النقاء حق الذهب. طبعا احنا في ملاك نوفر عندنا شهادات ضمان النقاء. أوكي. كل قطعة سواء صغيرة كبيرة تعليقة أو بدون يجي معاها هذا الكرت اللي هو فيه ضمان النقاء، يجي فيه الوزن، نوع السبيكة، العيار، من وراء طبعا موجود فيها معلوماتنا، هذا غير الفاتورة الرسمية اللي تجي معها. الحلو يا جماعة أن عندهم خدمة توصيل، صحيح أبو جابر؟ إيه عندنا خدمة التوصيل إلى جميع أنحاء المملكة مجانية، تشمل السبائك والقطع المصنعة. في التوصيل يجيكم الباكجينج بهذه الطريقة، هذا بالنسبة للسبائك، يجيكم معاكم اللي هو كرت الإهداء. يا سلام. في عندنا هذه اللي هو الباكجينج حق الهدايا، إضافة 60 ريال إلى القطعة، سواء إذا كنتوا تبون تقدمون القطعة كهدية، باكجينج جميل وحلو يقدم كهدية. مرة حلوة هذه، مرة عجبتني ما شاء الله. طريقة هادي وفيها هالورد هالحلو. 60 ريال ها؟ إيه إضافة 60 ريال. حق الشحن مثل هذه الشحنة يجيكم بهذه الطريقة، مغلف بطريقة جميلة وآمنة إن شاء الله توصلكم، يكون بهذه الطريقة. تجي فيه القطعة اللي هي الباكجينج حق القطعة سواء كانت سبيكة أو قطعة ذهب. يجي فيه اللي هو ضمان النقاء، كرت الإهداء، والفاتورة، والكيس اللي مع السبيكة. معكم بأساور جديدة تشكيلة، شوفوا هنا عندكم السعودي والجورجي والعثماني، طبعا ماشيين كلهم بالموقع تقدرون تطلبونهم والتوصيل مجان. شوفوا كيف التشكيلة مرة فخمة، عندكم هنا الإنفينيتي بعد مرة ماشي وفخم، وهنا النب، وهذه بعد الجنيهات. يا سلام. مرة فخمين باللبس. طبعا كلهم هذول موجودين بالموقع، موجودة أسعارهم ها؟ اي نعم. الله يعطيك العافية، شكرا. ننتقل الآن لفرعهم الثاني بالقطيف سيتي مول بالدور الأرضي، يلا نشوفه سوا. طبعا ما شاء الله تبارك الله ملاك للذهب عندهم 23 فرع حول المملكة. الحلو أن أحدث الموديلات تلقونها موجودة عندهم، الموديلات اللي موجودة عندهم يا جماعة مختارة بعناية، يعني كل اللي تعاملوا معاهم يعرفون الجودة والموديلات الحلوة اللي يقدموها. خلينا ناخذ جولة نبدأ بالأساور، ما شاء الله تبارك الله، شوف الموديلات ما أحلاها. موديلات مميزة، في منها الثقيل والخفيف، في منهم أبو القفل. شوفوا، ما شاء الله تبارك الله، شغل يدوي وعلى أعلى المستويات.
طبعا هالموديلات هذه اللي تشوفوها كلها موجوده وين؟ موجوده بالموقع الالكتروني. ضيفوا وخذوا فكره عن الاسعار. وهذه الخواتم والدبل، شوفوا العروض يا جماعه. طبعا هذه العروض راح تكون صالحه الى تاريخ 15. طبعا الحلو ان كل بين فتره الجون عندهم عروض، دائما عندهم عروض، عروضهم مره قويه. شوفوا من 350 ل 200 ريال. خليني احط لكم الان سنابهم، تابعوهم ونكمل باقي التغطيه. وهذا السباح طبعا عندهم تشكيله من السباح. ابو حكيم عطني انواع السباح اللي موجوده عندكم. يعني في عندكم السباحات الكلاسيكيه بجميع الاوزان بجميع الاسعار، بس في عندنا حاجات اللي مال تراث امهاتنا. صباح الخير، انواع كرسي جابر. اوكي، في عندكم السباح الحساوية. كل الخيارات القرآن. سيد بيت القرآن. بيت القرآن، ها ما شاء الله. هذا جانب آخر. عجبتني مرة الموديلات هذه، شوفوها كيف حلوة وناعمة. جميع الخيارات موجودة عند ملاك، ما شاء الله تبارك الله. شوف في عندهم شغلات مودرن، في عندهم شغلات شعبية. محمد موفرين جميع الأحجام، وقود ناعمة ميني. أوكي. نفس الشيء مثل ما قلت جابر الآيات. جميع الأحجام علشان كل واحد وإمكانيته يقدر يقدم هدية. وهذا تشكيلة عندهم من الشوكرات. يا سلام، ابداع. انا العاده ما اطول بالتغطيه، بس بصراحه يا جماعه مره لفت انتباهي. نروح للشبكات. طبعا انا تفاجات باسعار الشبكات يا جماعه اللي موجوده عندهم. يعني كنت افكر ان الواحد لما يبغى يتزوج لازم يكون شيء وسعر مره قوي، لا، هنا عندهم في ملاك الخيارات كلها موجوده. نشوفها سوا. بصراحه انا تحمست لاسعار الشبكات. ابو جابر يعطيك العافيه. الله يعافيك. عندكم خيارات كثيره في ملاك. عندنا جميع الخيارات متوفره بالاسعار المتفاوته، يعني الخفيف الى الثقيل. يعني هذه شبكه الزواج. ايه. تبدا من كم؟ طبعا هذه من اخف الشبكات عندنا. اوكي. يطلع سعرها 5500 ريال. 5500 ريال، ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندك اكثر من وزن، اكثر من شكل. في عندنا الى اثقل شيء مثلا هذه. ما شاء الله مره حلوه هذه. كم سعرها هذه؟ هذه شوفوا يا جماعه من القرب، شوفوا التفاصيل الحلوه. لما اقول لكم ملاك هنا كل شيء عندهم مختار بعنايه. كم سعر هذه يا ابو جابر؟ هذه 25950 ريال. ما شاء الله، يا سلام. طبعا لا تنسوا يا جماعه ان كل الاشكال هذه اللي صورناها راح يكون عليها خصم 10%. بالاضافه سلمكم الله لما تاخذون ايوه كم قلت؟ 10% هديه حق متابعينك بدون اتفاق ويا محمد. بكره وبعد بكره، بكره الاثنين، ثلاث الاربعاء، 15% على اي شبكه. ما شاء الله تبارك الله، تستاهلوا. فقط في الشبكات. فقط على الشبكات. بس من سنابك اي شبكه راح يكون عليها يا جماعه 15% خصم. المتابعين يا سلام. بالاضافه سلمكم الله راح تحصلون على الهديه صندوق العروس، صندوق الشبك المهر اللي فيه يجي قران، فلوس، دبلتين، بالاضافه الى رقم ساعات، بالاضافه الى دوله الرجاله. كل هذه مجانا؟ كل هذه مجانا، يجون عن طريق سنابك يستلمون كل هذه مع اضافه 15%. يا سلام. وهذا جانب من النواعم، الشغلات الناعمه الحلوه اللي موجوده عندهم. يا سلام، مبدع يا ملاك. شوفوا يا جماعة، شوف الشغلات الحلوة. فعلا يا جماعة المكان مرة مميز. إن شاء الله استمتعتوا معنا بالتغطية. بعد السنابة هذه راح أحط لكم الموقع الإلكتروني وراح أحط لكم كود الخصم. وفي بعد مسابقة خلينا نشوفها. سلام، ويلا تستاهلون. راح يتم السحب على القلادة هذه على سنابهم. بعد السنابة هذه راح أحط لكم سنابهم، أضيفوهم وفالكم الفوز. راح تكون شيء بسيط وشروط مرة سهلة.